يهدف الأداء إلى تحليل أثر سياسات محددة على أداء بلد عربي ما في أهم المؤشرات الدولية، وتوفر أيضاً القدرة على مقارنة أداء البلد بأداء بلدان أخرى من المنطقة وخارجها، وذلك من خلال مؤشرات عديدة، منها مؤشر الفجوة بين الجنسين، مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، مؤشر القدرة التنافسية، مؤشر المشاركة الإلكترونية، مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية، مؤشر تقييم حقوق النفاذ الرقمي، ومؤشر التجارة الإلكترونية بين المؤسسات التجارية والمستهلكين. ويتم تطوير الأداة لإضافة مؤشرات جديدة.